يقول الرشوة هل تدخل في الغلول؟ الرشوة لا شك أنها حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش، لكن لا تصح، لكن الرواية الصحيحة لعن الله الراشي والمرتشي. الرائش يعني الوسيط بينهما، لكن الراشي طالما أنه لعن، والحديث حسن إن شاء الله تعالى، لعن الله الراشي والمرتشي، فطالما أنه لعن الإنسان فدل على أنها كبيرة، فالرشوة كبيرة، والذي يأخذ الرشوة لا شك أن هذا من الغلول، من أكل أموال الناس بالباطل الحرام. لكن الغلول إذا أطلق عند أهل العلم فهو الأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها، الأخذ من الغنيمة في المعركة قبل تقسيمها، هذا هو الغلول في الأصل. لكن من حيث الجملة الغلول هو الخيانة، الخيانة كله يعتبر من الغلول. نعم.